موسى، كيف ستتعامل مع الوضع القانوني لجماعة الإخوان المسلمين، وكيف ستفاعل مبدأ عدم جواز قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، وكيف تضمن حماية الأقليات والحريات؟ دقيقتان أو أقل تبدأان من الآن. جماعة الإخوان المسلمين ما بقتش محظورة، ولكنها أيضا لسه ما بقتش قانونية، فضروري من ضبط هذا الأمر. جماعة الإخوان المسلمين جماعة مهمة ومن السهل أن تصبح قانونية، إنها جماعة دينية. أما الأحزاب، أنا ضد الأحزاب الدينية. الحزب الديني أساسه من أوله تفرقة، إنما أن يكون له آراء معينة أو فكر معين يتضمن الحالة العامة، المبادئ العامة للدين أو لفكر، فدي مسألة مفهومة. أنما أن يكون برنامجه هو يقوم على أساس ديني وعلى أساس لا يختلف مع اللي بيقوله الدستور ويختلف مع اللي بيقوله القانون، إن هنا الأحزاب الدينية لها هدف معين، هذه الأهداف المعينة دول تبقى واضحة لنا، وواضحة أنه الحزب الديني له أهداف ربما تحقيقها يؤدي إلى التفرقة بين المواطنين والانقسام في 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 الشعب المصري. وأنا أرجو أنه يكون الكلام اللي قاله الدكتور أبو الفتوح الآن قيل للأحزاب الدينية التي أيدت أنه هو ضد قيامهم كحزب ديني، وأنه يحذرهم من التفرقة، وبعتقد أنه ده شيء ضروري وضروري يورينا هذا بتاع أحزاب الدينية. الأحزاب الدينية ضروري من توضيحها وتوضيح من يستند إليهم، لأنه إحنا في مرحلة إعادة تشكيل مصر، إعادة بناء مصر، كل شيء يجب يبقى واضح. أما الغموض والكلام الإنشاء إن إحنا ضد الأحزاب الدينية، مع إن هذه الأحزاب الدينية تؤيد هذا المرشح أو ذاك وتنادي بمبادئ واضحة جدا، ما شفتش أي رفض لها، إنما هو كلام عمومي، وكلام عمومي ده ما يكفيناش وما يصلحش في المرحلة الحالية دي.